بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا، ربي تمن بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. نعم. طيب، ثم قول المصنف: وهو غير المكون عندنا. وهو غير المكون عندنا، في هذه العبارة خفاء. ماذا أراد بها المصنف؟ كلمة المكون، هل يقرأ اسم المفعول كما قرأت، أو المكون اسم فاعل؟ قال إسام الدين الإسفرايني رحمة الله عليه في حاشيته: قوله وهو غير المكون عندنا، المكون اسم اسم مفعول كما يفصح عنه بيان الشارح. بيان الشارح يدل على أنه اسم مفعول. ولو كان المقصود الرد على من ينفي وجود التكوين وعدم زيادته في الوجود على الذات ويقول ليس في الخارج تكوين بل هو أمر عقلي، ينبغي أن يقال وهو غير المكون. لو كان هذا رد عليهم، يعني ذكر الخيال هناك في شرح هذا القول وهو غير المكون عندنا، جعله بعضهم من تتمة الجواب، يعني الجواب السابق. ما الجواب السابق على من كان على من أنكر يعني صفة حقيقية إزاء التكوين. فإذا جعل هذا تتمة لذاك التكوين. لو كان كذلك ينبغي أن يقرأ المكون وهو غير المكون. فإذن ثم بناء على هذا، يعني من أن هذا تتمة للجواب السابق، قال عصام الدين: لو كان ذلك المراد ينبغي أن يقرأ مكون، لكن بيان الشارح التفتازاني رحمه الله يدل على أنه بصيغة اسم المفعول. ثم لأن هو غير المكون اسم فاعل، لأن من يثبته يثبته زائدا على المكون قائما به لا زائدا على المكون اسم مفعول. فإذا لو قرئ بصيغة اسم المفعول فهو ليس من تتمة الجواب السابق، بل هذا يعني مسألة أخرى، وهو رد آخر على يعني قائل آخر، هذا الذي يقول. والأظهر أن المراد أنه غير المكون من حيث أنه مكون، يعني غير التكوين القائم بالمفعول. والأظهر أن المراد أن مراد المصنف بهذا أنه يعني أن التكوين غير المكون من حيث
أنه مكون، يعني غير التكوين القائم بالمفعول، يقوم بالمفعول تكوين، وهذا التكوين الذي هو صفة حقيقية لله تعالى غير ذلك التكوين القائم بالمكون. فإذا ما هو مقصود المصنف؟ والمقصود به الرد على أبي الهذيل حيث جعله قائما بالمكون اسم مفعول، وحينئذ ينبه عليه بأن الفعل غير المفعولية كالضرب مع المضروبية، وبأنه لو كان نفس المكون لزم أن يكون إلى آخره. ثم من مراد بعندنا؟ والمراد بقوله عندنا جمهور القائلين بالتكوين للمتكلمين، لأن فإن جمهورهم يعني جمهور المتكلمين لم يقولوا به بالتكوين، بل جمهور المتكلمين يقولون بأن التكوين إضافة ليست صفة حقيقية. يعني هو قال إن هذا رد على أبي الهذيل، لكن ذكر يعني مصلح الدين الكستلي قوله وهو غير المكون، هذا ابتداء بحث قد خالف الأشعري فيه الجمهور وزعم أن التكوين عين المكون والتأثير نفس الأثر. فالمراد من كونه غيره نفي كونه نفسه، نفي كونه كون التكوين نفس المكون للمغايرة بمعنى صحة الانفكاك. هذه مغايرة اصطلاحية، وهذا أيضا ذكر في حاشية الخيال. وحمل الغير على المصطلح، الغير المصطلح ما هو؟ هذا صحة الانفكاك، فإنه بحث آخر لم يحوموا حوله. ثم ولما كان بطلان ما نقل عن الشيخ يعني شيخ الأشعري رحمه الله ظاهرا، بطلانه ظاهر، أوله الشارح رحمه الله تعالى كما سيجيء. فإذا من الذي قال بأن التكوين عين المكون؟ هل هو القائل الإمام الأشعري أو أبو الهذيل؟ الظاهر يعني أن الإمام الأشعري رحمه الله، هذا الذي يظهر من بيان الشارح وأول قوله. لو كان القائل أبو الهذيل لا يؤول قوله الشارح كما سنرى إن شاء الله. ثم وهو غير المكون عندنا لأن الفعل يغير المفعول بالضرورة كالضرب مع المضروب والأكل مع المأكول، الأكل ليس عين المأكول والضرب ليس عين المضروب، بل الضرب غير المضروب والأكل غير المأكول. ليس هذا بمعنى صحة الانفكاك، بل هذا غير لغوي. ثم ولأنه لو كان نفس المكون، ثم أولا يعني أثبت أنه غيره بالضرورة والبديهة، ثم لو لم يكن غيره بل لو كان عينه يلزمه فسادات. هذا الذي يذكر، ولأنه لو كان نفس المكون عين المكون لزم ماذا يلزم؟ أن يكون المكون مكونا مخلوقا بنفسه، يكون المكون مخلوقا بنفسه. لماذا لا يكون مخلوقا بغيره؟ بل هنا المكون يعني العالم جميع بجميع أجزائه مكون، فهذا العالم يكون مخلوقا بنفسه. ضرورة أنه مكون بالتكوين، كيف يلزم هذا؟ إلة هذا اللزوم ضرورة أنه مكون بالتكوين، هذا التكوين الذي هو عينه مكون بالتكوين، التكوين عين المكون. فإذا كأن المكون مكون ومخلوق
بنفسه وعينه، فيكون قديما مستغنيا عن الصانع وهو محال. لو كان يعني مكونا بنفسه يكون قديما، لو كان قديما مستغنيا عن الصانع وهو محال، يعني المكون هو العالم بجميع أجزائه، هذا العالم يكون قديما. لماذا قال فيكون قديما مستغنيا عن الصانع؟ لما عرفت من أن الشيء الذي يقتضي ذاته وجوده هو الواجب، والواجب يعني قديم. ما هو الواجب؟ الشيء الذي يقتضي ذاته وجوده، كذلك فرضنا هنا إذن، فإذا نكون قديما. ثم وهذا محال، هذا فساد أول. ثم وألا يكون، هذا فساد ثاني. هذا وألا يكون أتهن على قوله أن يكون المكون، فإذا هذا يلزم لزم ألا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه وقادر عليه من غير صنع وتأثير فيه ضرورة تكونه بنفسه. لا يكون للخالق تعالى، للصانع سبحانه، تعلق بهذا العالم، عالم هو المكون، لا يكون له تعلق سوى أنه أقدم منه، يعني مقدم عليه، وهذا صانع مقدم على العالم. ثم وقادر عليه، أقدم منه، هذا قديم وذاك قديم، فإذن قدم أقدمية الخالق ليس باعتبار الزمان بل باعتبار الرتبة. لماذا؟ كلاهما قديمان. نعم. وقادر عليه أيضا، أثبتنا القدرة، وهؤلاء لا ينفون قدرة الله تعالى، فإذا يكون قادرا عليه، لكن ليس له صنع ولا تأثير فيه، يعني في العالم. لماذا؟ ضرورة تكونه بنفسه، المكون العالم تكون بنفسه، لم يتكون بالخالق سبحانه. وهذا لا يوجب كونه خالقا والعالم مخلوقا له، فلا يصح القول بأنه خالق العالم وصانعه. هذا لا يوجب كونه خالقا، لو كان كذلك لا يوجب كون الله تعالى خالقا والعالم مخلوقا له، فلا يصح القول بأنه خالق العالم وصانعه. وهذا خلف، يعني إلى الآن ذكرنا وأثبتنا واستدللنا بالعالم على صانعه، على أن الله تعالى صانع وخالق للعالم ومحدث له بجميع أجزائه. فإذا لو ذكرنا أن التكوين هو الخلق، عين المكون نفس المكون، فلا يصح هذا القول. نعم. وألا كذلك يلزم فساد ثالث، ما هو؟ وألا يكون الله تعالى مكونا، الله تعالى لا يكون مكونا للأشياء. لماذا؟ ضرورة أنه لا معنى للمكون إلا من قام به التكوين. ما معنى المكون؟ المكون يعني اسم مشتق، لو أطلق على الله تعالى فمعناه أنه متصف بمأخذ الاشتقاق، هذا معنى قوله لا معنى للمكون إلا من قام به التكوين. والتكوين إذا كان عين المكون لا يكون قائما بذات الله تعالى. لو كان التكوين عين المكون فالتكوين ليس قائما بذات الله تعالى، فلا يكون الله تعالى مكونا وخالقا، هذا فساد ثالث. ثم فساد الرابع، وأن يصح القول، يعني لازم أن يصح القول بأي شيء بأن خالق سواد هذا الحجر أسود، وهذا الحجر خالق السواد، إذ لا معنى للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسواد وهما واحد فمحلهما واحد. الفساد الرابع، ما هو؟ أن يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر، من هو الخالق؟ أسود، هذا حجر أسود، من الذي خلق سواده؟
الخالق أسود، وهذا الحجر خالق السواد، يعني الخلق قائم عين المكون. فإذا هنا السواد هو المكون، فالتكوين هو عين السواد. خالق سواد هذا الحجر أسود، وهذا الحجر خالق السواد. فإذا السواد أين قام؟ قام بالحجر. فالتكوين أين قام؟ قام بالحجر. فإذا الحجر خالق للسواد، كذلك الحجر أسود. ثم خالق هذا السواد أسود، كذلك الحجر خالق السواد. هذا يصحان، لكن هذا فاسد. ثم إذا لا معنى للخلق والأسود، ما معنى الخالق ما معنى الأسود؟ إلا من قام به الخلق، إلا من قام به السواد، هذا مأخذ الاستقاق يتصف به من أطلق عليه الاسم المشتق، وهما واحد، يعني الخلق والسواد واحد. السواد مكون، الخلق التكوين، كلاهما واحد، فمحلهما واحد. لو كان الخلق والسواد واحدا فمحل الخلق ومحل السواد واحد. ما هو هذا المحل؟ الحجر، هو الحجر. فإذا يقال للحجر أنه خالق السواد، كذلك خالق هذا السواد أسود. يصح هذان القولان، هذا فاسد. هكذا ذكر أربعة من الفساد. ثم يحاول أن يؤول الشارح كلام المصنف، كلام هذا القائل، كلام المصنف لا، يؤول الشارح كلام هذا القائل، وهذا التأويل يشير إلى أن هذا القائل هو الإمام الأشعري رضي الله عنه. نعم. طيب، وهذا كله تنبيه، يعني هذا الذي بينه من الفسادات، من اللازمة من كون التكوين عين المكون، كل هذا تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريا. هذا فعل مفعول متغايران، هذا حكم ضروري. على ذلك كان التنبيه بهذه اللوازم الفاسدة. نعم. لكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث، يعني هل يقول أحد من عامة الناس أن الفعل والمفعول واحد؟ لا يقول، فضلا عن العلماء. ثم هذا بحث عند كبار العلماء، فماذا معناه؟ ينبغي أن يؤول، هيك قال أينبغي للعقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث، أن يتأمل ماذا معنى قولهم حقيقة، كذلك ولا ينسب، ينبغي للعقل ألا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون استحالته بديهة بديهية. هذا كون الفعل عين المفعول، كون التكوين عين المكون هو محال بديهة. ثم هذا القول هل ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول؟ لا ينسب إليه. إذن تعبير الشارح عن هذا القائل أنه من الراسخين من علماء الأصول يدل على أن هذا قول الإمام الأشعري ليس قول أبي الهذيل. ثم بديهية ظاهرة على من له أدنى تمييز، استحالته ظاهرة على من له أدنى تمييز، بل يطلب لكلامهم، بل يطلب من هذا العاقل يطلب لكلامهم محملا صحيحا يصلح محلا لنزاع العلماء واختلاف العقلاء. هكذا ينبغي حمل رأيه وقوله
على محمل صحيح يصلح محل لنزاع العلماء واختلاف العقلاء. فإن من قال التكوين عين المكون هكذا قال، ماذا أراد؟ أراد أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس هنا إلا الفاعل والمفعول، هذا الذي أراد. يعني أراد الإمام الأشعري رحمه الله تعالى المبالغة في أن التكوين ليس صفة حقيقية، أراد المبالغة في نفي كون التكوين صفة حقيقية بل إضافة، لأجل ذلك قال التكوين عين المكون، هذا معنى هنا. إذن ليس إذا فعل شيئا فليس هاهنا إلا الفاعل والمفعول. وأما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتباري، ليس أمرا حقيقيا موجودا في الخارج، بل هذا أمر اعتباري إضافي يحصل في العقل، هذا أمر اعتباري حاصل في العقل فقط ليس يعني حاصلا في الخارج. من نسبة من أين يحصل عند العقل؟ من نسبة الفاعل إلى المفعول، وليس أمرا محققا مغايرا للمفعول في الخارج، وهذا ليس مغايرا للفاعل كذلك ليس مغايرا للمفعول، هذا الذي أراد. بخلاف الماتريدية هم ماذا قالوا؟ أن التكوين صفة زائدة على ذات الله تعالى، يعني صفة حقيقة موجودة في الحقيقة. نعم. هذه صفة التكوين ليس عين ذات الله تعالى، هكذا قالوا. فإذن هذا الإمام الأشعري رحمه الله ليس ذاك صفة حقيقية بل إضافة، لذلك ليس هناك صفة غير الفاعل والمفعول، يعني غير المكون والمكون، أما هذه الصفة إضافة بينهما. هذا ولم يرد، يعني هذا القائل ولم يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكون ليلزم المحالات، يعني المحالات السابقة متى يلزمها؟ لو قال لو أراد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكون لا يقول به أحد. نعم. وهذا كما يقال أن الوجود عين الماهية في الخارج، بمعنى أنه ليس في الخارج للماهية تحقق، يعني هذا إشارة إلى مراد القائل. يعني فإن من قال التكوين عين المكون أراد أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس هنا إلا الفاعل والمفعول. وأما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد فهو أمر اعتباري يحصل بالعقل من نسبة الفاعل إلى المفعول، وهذا إشارة إليه. كما يقال إن الوجود عين الماهية في الخارج، هل يراد منه أن مفهوم الوجود مفهوم الماهية؟ لا يراد به، بل بهذا المعنى هذا القول، يعني الوجود عين الماهية في الخارج معناه أنه ليس في الخارج للماهية تحقق، يعني الماهية ليس لها تحقق في الخارج، ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر، وليس لعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر، هكذا ليس هناك تحققان بل تحقق واحد فقط، ليس للوجود تحقق ثم للماهية تحقق، هكذا ليس حتى يجتمع، يعني اجتماع القابل والمقبول، لو كان هكذا تحققان يجتمع، يعني تحقق وتحقق، يعني تحقق الماهية تحقق الوجود، لو كان للماهية والوجود تحققان متغايران فهما يجتمعان اجتماع القابل والمقبول، وكالجسم والسواد قابل
له تحقق مقبول، له تحقق آخر. الجسم له تحقق والسواد له تحقق آخر. هكذا ليس للماهية ووجودها تحققان، بل الماهية إذا كانت يعني إذا وجدت إذا تحققت بالخارج فتكونها هو وجودها، تكونها هو وجودها، لكنهما متغايران في العقل. هذه هي الماهية والوجود، كلاهما متغايران في العقل. هكذا مع أنهما في الوجود واحد، يعني لهما تحقق واحد فقط. ثم بمعنى أن للعقل متغايران في العقل، ما معناه؟ بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية دون الوجود، وبالعكس يعني يمكن للعقل أن يلاحظ الوجود دون الماهية، كذلك يلاحظ الماهية دون الوجود. هكذا يمكن أن يلاحظهما على حدة للعقل، نعم، لكن في الخارج تحقق واحد فقط، هذا تحقق الماهية وجودها، ليس لوجودها تحقق آخر. فلا يتم إبطال هذا الرأي إلا بإثبات أن تكون الأشياء وصدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغايرة للقدرة والإرادة. نعم، فلا يتم إبطال هذا الرأي. كيف يبطل هذا الرأي؟ إلا بإثبات أن تكون الأشياء وصدورها عن الباري تعالى أن تكون الأشياء، بإثبات أن تكون الأشياء وصدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغايرة للقدرة والإرادة. هذا الذي قال الماتريدية. فإذن مبالغة في إثبات هذه الصفة، هو قال يعني المصنف وسائر الماتريدية قالوا ماذا؟ أن التكوين غير المكون. فإذن مبالغة في إثبات إضافية التكوين، قال الإمام الأشعري رحمه الله ومن تبعه أن التكوين عين المكون. هذا هو يعني حقيقة هذا الخلاف. ثم والتحقيق أن تعلق القدرة، يعني في هذا الخلاف ما هو التحقيق؟ أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده إذا نسب إلى القدرة يسمى إيجابا له. تحقق القدرة، تعلق القدرة على وفق الإرادة بأي شيء، هذا الإرادة بأي شيء؟ بوجود المقدور، أراد بوجود المقدور لوقت وجوده. لا، تعلق القدرة بأي شيء؟ بوجود المقدور. نعم، بوجود المقدور الباو تتعلق بتعلق القدرة، قدرة تتعلقت بوجود المقدور. ذلك بحسب الإرادة على وفق الإرادة لوقت وجوده، متى تعلق؟ لوقت وجوده إذا نسب إلى القدرة. هذا التعلق لو نسب إلى القدرة يسمى إيجابا، إيجابا لما؟ للقدرة. وإذا نسب إلى القادر، إذا نسب لا إيجابا له، يعني إيجابا للمقدور، إيجابا للمقدور. وإذا نسب إلى القادر، القادر الله تعالى، يسمى الخلق والتكوين ونحو ذلك. فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته ثم يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات. فحقيقته يعني حقيقته هذا الخلق أو هذا التكوين، ما هو؟ كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته، متى تعلقت؟ بوجود المقدور، متى وجود المقدور؟ لوقته. ثم يتحقق
هذا المقدور يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات، خصوصيات الأفعال، بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال يتحقق خصوصيات الأفعال، نعم يتحقق، ثم يتحقق خصوصيات الأفعال كالترزيق والتصغير والإحياء والإماتة وغير ذلك إلى ما لا يكاد يتناهى، نعم يتحقق. فإذن هذا تخصيص في الوصف كما سبقت الإشارة إليها، الخلق والتكوين والإبداع والاختراع الإيجاد كلها يعني عبارة عن هذه الصفات، ثم الترزيق والتصوير والإحياء والإماتة هذا نظرا إلى الأثر تخصيص في هذا الوصف، يعني في الفعل الذي يكون يبدأ أو ينشأ من هذه الصفات، نعم. فإذن هذا يعني لا يتناهى في حقه تعالى أفعال الله تعالى. وأما كون كل من ذلك صفة حقيقية، يعني هنا ذكرنا عند الأشاعرة التكوين ليست صفة حقيقية بل إضافة، عند الماتريدية هي صفة حقيقية، هذا عند جمهور الماتريدية. ثم هناك شرذمة قليلة من الماتريدية، هم قالوا وجود صفات حقيقية نزلية في إزاء كل ما في كل هذه الأسماء، فإذا ترزيق هذا صفة حقيقية، تصوير صفة حقيقية أخرى، إحياء صفة حقيقية أخرى، إماتة صفة حقيقية أخرى، إيجاد صفة حقيقية أخرى، هكذا يعني قال بعض من الماتريدية، هذا الذي يشير الشاعر. وأما كون كل من ذلك، كل من ذلك يعني كل من ذلك الأفعال كالترزيق وكذلك والتصوير والإحياء صفة حقيقية نزلية، فمما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر، نعم ما علماء ما وراء النهر يعني عبارة عن الحنفية والماتريدية، نعم. وفيه تكسير للقدماء جدا، سبق أن بينا يعني هذا إثبات القدماء وتكسر القدماء مخالف للتوحيد، ولذلك هذا التكسر والتعدد في القدماء يقتصر على قدر الحاجة والثابت فقط، نعم هؤلاء يعني كسروا، أما المعتزلة يعني وحدوا حتى نفوا هذه الصفات، أما هذا الأشاعرة هم قاموا بقدر الثابت بالنص، نعم. وإن لم تكن مغايرة، هذه ليست مغايرة عندهم، مع ذلك هم كسروا القدماء. والأقرب، ثم ما هو الرأي الصحيح في هذا؟ والأقرب ما ذهب إليه المحققون منهم، وهو أن مرجع الكل إلى التكوين. الأقرب ما ذهب إليه المحققون منهم يعني من علماء ما وراء النهر من الماتريدية، يعني ماتريدية جمهور قالوا بصفة واحدة يعبر عنها بعبارات مختلفة، هكذا هذا هو التكوين. أما طائفة قليلة قالوا بإزاء كل هذه الأسماء بصفة حقيقية هكذا، أما الأشاعرة هم نفوا هذه الصفة بل جعلوها إضافة، نعم. إذن والأقرب يعني من مذهب الماتريدية ما هو الأقرب، هذا الذي قال. وإلا سبقا قلت أن في كلام الشارح إشارة إلى حقية مذهب الأشاعرة، نعم. ثم وهو أن مرجع الكل إلى التكوين، فإنه وإن تعلق بالحياة يسمى
إحياء وبالموت إماتة وبالصورة تصويرا وبالرزق ترزيقا إلى غير ذلك، فالكل تكوين وإنما الخصوص بخصوصية التعلقات. ثم بعده بحث عن الإرادة. نقرأ فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.